السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهاردة، ازاي نحل مشكلة قفل الحفلات او البث المباشر للي لسه ما خلصوش الشرط التاني. هي عادت مشكلة جامدة جدا بس ليها حل. عرفنا ان احنا نكتب اسم الحفلة بلغة تانية خلاف اللغة العربية، مثلا زي الصيني او الهندي او الايطالي او الفرنسي، فأي حاجة من دولي ممكن يعني ان احنا نكتبها بيهم. هندخل على جوجل كروم اهو، هنكتب في البحث هنا، هيجيلنا ترجمة من عربي للصيني، انا كنت كاتباها قبل كده اهو، هيجيلنا هنا ادخال النص وهنا الترجمة هتظهر لنا. هندخل للنص، هنكتب مثلا احلى عيلة الجميلة، عيلتي الجميلة الجميلة، يلا ندردش شوية. كتبنا اهو، شايفين الترجمة اهو بالصيني. هنيجي هنا عند المربعين دولي، هنكبس عليهم، هيجي لنا نسخة ترجمة اهي، اتنسخت خلاص. هنخرج بقى، هنفتح اليوتيوب، طبعا هنكبس على الكاميرا اللي هي بتاعت البث المباشر عادي خالص، اكننا نعمل بث مباشر، ونكبس على البث المباشر. هيجي لنا كده، هيفتح الكاميرا طبعا، انتوا تغيروا الكاميرا على الوضع اللي انتوا عايزينه. هبدأ هنا، مش هكتب بقى بالكيبورد خالص، هكبس كبسة كده واعمل لصق للي انا نسخته. هيجي لي العنوان اهو بقى بالصيني، وهنزل هنا بقى طبعا هنعمل التالي، وبعد ما نعمل التاني نحط صورة للحفلة ونعمل خطواتنا عادي جدا. دي اول خطوة. تاني خطوة ان احنا طبعا بنكون منزلين، هنمسح ده بقى طبعا العنوان ده، هنبقى منزلين كيبورد من اللي هي بتترجم او بتغير اللغة، مثلا زي اللي عندي، اللي عنده كده اللي هي من A لألف بالعربي، هيجيلنا كده من العربي قدام، ونختار اللغة اللي احنا عايزينها. عندنا هنا الكوري الصيني اهو، ممكن نختار الكوري المرة دي اهو، من العربي للكوري بنختار اللغة، وبعدين بنكتب اهلا، نكتب اي حاجة بيكم عندي، يلا يلا ندردش شوية. كتبت كده واعمل علامة الصح دي، هيجيلي خلاص هنا اهو. هنقفل بقى الكيبورد، جاتلي هنا علامة الصح اهي، ان انا غيرت من عربي لكوري مثلا او هندي او صيني او ايطالي، اي حاجة عملناها يبقى احنا كده غيرنا اللغة. وبرضك ننزل بقى ونعمل التالي، ونعمل الخطوات بتاعت البث المباشر عادي جدا خالص. يبقى احنا كده خلصنا الموضوع كلاته في كلمتين اتنين، في خطوتين اتنين، ممكن دي او دي. يا جماعة انا يعني نصيحة ان انتوا يعني اللي بيقفلوا الحفلات لو هيشوفوا الفيديو ده حرام، يعني ده بيبقى مجهود ناس، فاحنا ما نحبش ان احنا نضيعه. وفي اخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.